الإقبال كمان موجود في مختلف أجنحة المعرض، ويمكن جناح عصير الكتب في معرض القاهرة الدولي للكتاب في إقبال شديد جدا، خصوصا أنه بيقدم مجموعة كبيرة من الكتب والمؤلفات والمترجمات اللي بتهم عدد كبير من زوار المعرض. خلينا نتابع ونشوف التقرير. جناح عصير الكتب هو واحد من أهم الأجنحة اللي شهدت إقبال كبير من الزوار، خاصة من جيل الشباب، وده بسبب تنوع إصداراتها العربية والأجنبية والمترجمة. إحنا دايماً بنقول إن عصير الكتب هي يعني وليدة هذا الجيل يعني، فإحنا بنفخر إن إحنا من جيل الشباب، وبنفخر إن إحنا تقريباً أكبر واحد فينا 30 سنة، فإحنا مبسوطين بده جداً. كل السنين يعني السنوات اللي فاتت كانت دايما الشباب بتركز على ادب معين، ادب الرعب، ادب مثلا جريمه. السنه دي في تنوع رهيب جدا، احنا عدد الاصدارات بتاعتنا تقريبا اكتر من 100 اصدار. احنا ملاحظين ومركزين ان القارئ يعني بينضج اكتر، وفي عدد اصدارات كبير متنوع قدامه، في علم نفس، في تربيه، في كل الاصناف وكل الالوان، وكل الحاجات عليها اقبال ما شاء الله يعني، وكله مبسوط ومستمتع بالاصدارات. تواجد عصير الكتب في الحدث الثقافي الاهم معرض القاهره الدولي للكتاب هو فرصه بيحرص عليها القائمين على الدار في كل عام. دي المشاركة رقم 7 تقريبا. طبعا احنا سعداء بالمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، في يعني المعرض مميز جدا السنة دي، في تسهيلات في الدخول، في تسهيلات لكل القراء. زي ما حضرتك شايفة في إقبال شديد على المعرض. النهاردة أعلنت الهيئة العامة للكتاب إن عدد الزوار تجاوز 1.5 مليون. احنا عندنا تقريبا 1200 عارض في المعرض، عندنا أكتر من 5000 دار نشر مشاركين في المعرض، بنتكلم في أكتر من 70 دولة مشاركة في المعرض، فعاليات ثقافية على أعلى مستوى. يعني تجاوزت الفعاليات السنة دي 536 فعالية، فكل حاجة معمولة في المعرض عظيمة، وكل الناس شغالة، وكل الناس حابة إن هي تقدم حاجة للقراء. و يعني مش عصير الكتب بس، لا دي كل دور النشر كلها متميزة. تسهيلات جديدة بيقدمها المعرض في دورته الحالية للزوار، الهدف منها تشجيع القراء ومساعدتهم في اقتناء الكتب. من الحاجات العظيمة الموجودة كمان السنة دي ان في البريد المصري موجود بره القاعات. زمان بدل ما الشخص كان بيرجع بكراتين كتير وكياس والكلام ده، لا هو بيسيبها في البريد المصري وبتوصله للبيت خلال يوم بالكتير بتكون عنده. فالمعرض كله تسهيلات، واحنا سعداء بالقراء اللي موجودين، ونفسنا الناس تيجي اكتر، والمعرض يكون عيد واحتفال لكل القراء. واحنا شايفين مش مجرد ان في شباب بيجي، يعني عدد الشباب من 14 ل 25 هو المسيطر على المعرض، لكن برضو على الناحيه الثانيه الاسره المصريه موجوده بكثافه. هنلاقي اطفال، وهنلاقي اباء، وهنلاقي جو، يعني هو مهرجان وعيد لكل قارئ ولكل دار نشر. جيرمين ابراهيم، صباح الخير يا مصر.